السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، يجب بعد ذلك ما تنسوش اشتراك في, في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد، والآن نوفيكم فيكم بأسعار سيارات بي واي دي الصينية في مصر 2022 ونبدأ. انتشرت السيارات الصينيه في مصر بقوه السنوات الاخيره ونستعرض في التقرير التالي مدلات 2022 بالسوق المصريه للماركه الصينيه بي واي دي وهذه قائمه تضم ابرز المدلات التي تطرحها الماركه الصينيه للسوق المصريه خلال عام 2022 والاسعار الحاليه لهذه المدلات. تضم القائمة طراز بي دي اف 3 الذي تتوفر منه ثلاث فئات بالسوق المصرية الافتتاحية باسم مانيويل 2021 بسعة 1500 سي سي وسعرها 174000 جنيه مصري ثم فئة مانويل 2022 بسعة 1500 سي سي وسعرها 205 ألف جنيه مصري، والفئة الأعلى منه هي أوتوماتيك جميع الكماليات 2022 بسعر بسعة 1500 سي سي بسعر 225 ألف جنيه مصري. وطراز بي واي دي ال 3 الذي تتوفر منه فئتان بالسوق المصرية الافتتاحية أوتوماتيك جي ال إكس اي اي تي 2022 بسعه 1500 سي سي وسعرها 235000 جنيه والفئه الاعلى منه هي فئه اوتوماتيك جي اس اي اي تي 2022 بسعه 1500 سي سي وسعرها 245000 جنيه مصري وطراز بي واي دي استئفائي فاء الذي تتوفر منه فئة وحيدة بالسوق المصرية هي أوتوماتيك 2020 بسعة 1500 سي سي وسعرها 285 ألف إجني مصري وبهذا قد أوفيناكم بأسعار سيارات بي واي دي الصينية في مصر 2022 لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعم الله عليكم ورحمة الله وبركاته